إيديت وزارة الرياضة اليوم في ظل الاختطاف نتاع الجامعة، لأن صار اختطاف نتاع الجامعة فترة كبيرة، والجامعة مختطفة. مختطفة من شنو؟ مختطفة وقت السيد رئيس الجامعة يحكي على السياسة والرياضة وضرب طارق ذياب. مختطفة وقت استند إلى اكتف الشيخ في 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 معناها ومشاله وهز معاه وفد باش يقول له راهي السياسه ما تدخلش في الرياضه. استند المبعتليكا اليوسف الشاهد، والكلنا نعرفوا اللي رؤساء ربطات ورؤساء جمعيات كانت رؤساء ل معناها قائمات نتاع تحية تونس في فتره معينه، وبعد ولا حتى معناها تحيتونا مش موضوعنا صراحه، مش ندخلوا في نحكي لك انا نحكي لك هذا المسار التاريخي. انت حكيت لكن سامحني مش كنودي على الجري فقط، يعني استند الى مواضيع للسياسه. فما جمله من رؤساء النوادي زاد استندوا الى مواضيع سياسيه. مش اللي قال لك انا ما عليهم فوالا اي كل من رفع الورقه الخضراء وتملق لرئيس الجامعه سواء برضاه او غصبا عنه، يعني بالترغيب بالفلوس وبالواحد، انكم تشوفوا ديجا من المضحكات المبكيات ان رئيس الجامعه في الدفاع على في ملف التاس ارسل معناها ترجمه لصور واحد للقاءاتها مع رؤساء الجمعيات ومدهم بالاموال اللي هي التاس ما عندها حتى علاقه بالامور هذه، وهذا هو تحت رقابه الاستاذ معايا. لكن التاس تحكي لها على سؤال الموضوع دي يمكن تفرعت بينا الاصل الخلاف. هو اليوم نتسألوا اسكو من شي جدوى وجود الجاري في حد ذاته ولا في الخلاف القائم بين الجاري وبين هلال الشيب؟ بين الشيب اذا باش نحكيو في موضوع انت شخصنتها راه وقت قلت الجاري ومكشر انا مشيت لك بنفس الاسلوب. يعني انت قلت من الاول راهو ثم المكشر وثم الجري، بينما انا بالنسبه لي نشوف كراي الشخصي انا وقتي كانت العركه بين وديع الجاري وبين طارق بوشماوي تكلمت في وقتها. وقت كانت العركه بين كلوب افريكان وبين وديع الجاري تكلمت في وقتها. دونك مانيش نجيب انا الكتابه نتاع تصريحات العركه ماهيش نرجع للحديث العركه قانون. مشكلتنا كان باش نقعدوا اليوم خليني نقول بين قوسين باش نقعدوا نحاربوا في وديع الجاري في حرب هكاك في المطلق ما غير اسس موضوعيه ماهيش تنتهي الحرب هذه. قداش من وزير دخل في خلاف مع وديع الجاري وقداش من استاذ دخل في خلاف مع وديع الجاري؟ اليوم تحكي انت على المحامين مثلا، المكتب الجامعي فيه ثلاثه محامين او اكثر. معناها اذا انت تحكي بمستندات استنادا لرؤيه قانونيه، رجال القانون الموجودين في المكتب الجامعي ما شافوش الخروقات الكل اللي عم فيها وديع الجاري، القضاة اللي خدموا مع وديع الجاري ما يعرفوش الخروقات. اسرتم ما ثمش محامين انسحبوا لسبب هذايا. اليوم منهم الاستاذ ماهر سنوسي. يا اخي الاستاذ ماهر سنوسي ماهوش شخص موضوعي ورايض وراكح وشخص يفهم قانون رياضي، انسحب برشا وغيره.